الطاقم التحكيم من إيران، الحكم الذي أدى مباراة اليوم بشكل رائع جدا علي رضا فاكاني، قدم مباراة كبيرة وساعد رضا سوخندان ومحمد رضا أبو الفضل، بالإضافة إلى حكم الرابع الذي كان من المملكة العربية السعودية فهد المرداسي. طاقم التحكيم الذي يتقدم الآن، طبعا مباراة تاريخية بالنسبة لعلي رضا فاكاني الذي كان الحكم الرابع في المباراة الافتتاحية لكأس العالم في البرازيل 2014. البطولة كانت كبيرة جدا وشاهدنا واستمتعنا بأحداثها عبر قنوات بي إن سبورتس. Please welcome Mr. Ian Cameron, General Manager, Seiko Epson Corporation. أحداث مثيرة ومباريات كبيرة، وبالتأكيد نجح البلد استراليا في تنظيم بطولة رائعة جدا. جيدينياك قائد المنتخب الأسترالي يتوج بجائزة الأفضل، أفضل لاعب بالنسبة لجيدينياك نجم المنتخب الأسترالي، قام بدور كبير جدا بالذات في المباراة النهائية وفي مباراة نصف النهائية ضد المنتخب الإماراتي. جائزة اللاعب النظيف بالنسبة ل المنتخب الأسترالي ويتسلمها جيدينياك، هي جائزة اللعب النظيف، لكن جائزة الأفضل سننتظر وإياكم لمعرفة من سيكون في هذه البطولة. منتخب أستراليا يتوج بجائزة اللعب النظيف، الاستلام الجائزة كانت عن طريق القائد جيدينياك، لكن جيدينياك أيضا كان أحد أبرز لاعبي هذه البطولة بعد مستوى كبير جدا بالنسبة لنجم كريستال بالاس. المنتخب الأسترالي حارس المرمى الأسترالي ماثيو رايان يحصل على جائزة أفضل حارس في كأس أمم آسيا 2015. طبعا كان ينافس الحارس الكوري كيم جين هيون اللي دخل مرمى هدفين فقط وكان في المباراة النهائية ضد أستراليا. ماثيو رايان حارس مرمى كلوب بروج البلجيكي أفضل حارس في كأس أمم آسيا 2015، مستوى عالي لهذا الحارس، وربما نقول كان ينافس كيم جون هيون حارس مرمى كوريا الجنوبية اللي دخل مرمى هدفين، يحتفل بجائزة الأفضل على مستوى حراسة المرمى. اللاعب النظيف استراليا افضل حارس ايضا من استراليا. The top goal scorer award presented by Konica Minolta goes to player number 7 Ali Mabkout from United Arab هداف البطولة. هداف البطولة النجم الذي قدم بطولة كبيرة جدا علي مبخوت، هداف كأس أمم آسيا 2015، النجم الإماراتي الذي نعتز فيه ونفتخر فيه كثيرا، مستوى عالي جدا في هذه البطولة لعلي مبخوت ومستوى كبير جدا للمنتخب الإماراتي. علي مبخوت يتم تتويجه بجائزة هداف كأس أمم آسيا 2015 بالنسبة لأحد أفضل النجوم في قارة آسيا على مستوى الهجوم، وهو نجم المنتخب الإماراتي ونادي الجزيرة علي مبخوت. ألف مبروك لعلي مبخوت، وكنت أتمنى أن أبارك لأكثر من علي مبخوت، يستحق هذه الجائزة أفضل هداف، النجم الذي ربما يكون له مكان في أحد الأندية الأوروبية مستقبلا. Ladies and gentlemen, the AFC Asian Cup Australia 2015 Most Valuable Player Award is presented by Toyota.
and will be awarded by Mr. David Butner, President, Toyota Motor Corporation, Australia. The AFC Asian Cup Australia 2015 Most Valuable Player is player number 21 for Australia, Massimo Luongo. Massimo Luongo. النجم الشاب صاحب 22 سنة بطل كأس أمم آسيا 2015 أربعة أسيست وهدفين ومستوى كبير جدا في هذه البطولة. ماسيمو قدم أداء عالي جدا وبعد ذلك يستحق أن يكون هو الأفضل. ماسيمو لونغو الذي قدم بطولة كبيرة جدا يستحق جائزة أن يكون الأفضل بالنسبة للنجم الذي ينحدر من أصول إيطالية وصاحب الهدف الأول في هذا النهائي. هذا الأسترالي الصغير يحيي لونغو وسعيد جدا بانتصار منتخب بلاده. ماسيمو لونغو يتوج بجائزة الأفضل بعد بطولة كبيرة مثل ما ذكرت، ساهم في تسجيل 6 أهداف تقريبا نصف أهداف أستراليا في هذه البطولة، سجل هدفين وصنع 4. جائزة اللعب النظيف من نصيب أستراليا وكذلك أفضل حارس مرمى من نصيب أستراليا وأفضل لاعب أيضا من أستراليا للمنتخب السكرس. ثم وصيف البطل كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية للمرة الرابعة تخسر نهائي كأس أمم آسيا. الوصيف عام 72 ضد إيران، الوصيف عام 80 في الكويت ضد المنتخب الكويتي، الوصيف عام 88 في الدوحة ضد المنتخب السعودي. كوريا الجنوبية مرة أخرى تصل للنهائي ولكنها للمرة الرابعة تخسر، على الرغم من أن وصولها اليوم كان المرة الأولى منذ عام 1988، لكن الكوريين قدموا مستوى عالي جدا وبطولة كبيرة استحقوا من خلالها إشادة الجميع بأدائهم العالي روحهم العالية، وقدموا نجوم على مستوى كبير جدا قيادة كي سونغ يونغ نجم سوانزي الإنجليزي، سون هيونغ مين نجم باير ليفركوزن الألماني، نام تاي هي، لي كيو هو، كيم جين سو، كواك تاي هي، شادوري، لي جيونغ هو، هيونغ مين. وبالتأكيد كوريا الجنوبية مستوى كبير جدا في هذه البطولة، ولكن في الأخير الكأس اختارت أستراليا. هاردك بالتأكيد للكوريين، شكرا على الكرة الرائعة التي قدموها في هذه البطولة، على الروح العالي اللي كانت عليهم في هذه البطولة، ونتمنى بالتأكيد الكثير من التوفيق للمنتخب الشمشون الكوري في المستقبل بالنسبة لأنجح منتخبات القارة الآسيوية على مستوى الوصول إلى كأس العالم بواقع 9 مرات منها 8 متتالية. هذا هو المدرب أولي شتيليكي. تبقى الآن. And finally, ladies and gentlemen, the moment we've all been. لم يتبقى إلا تتويج البطل. Who have won the AFC Asian Cup Australia 2015 بطل كأس أمم آسيا 2015. To welcome His Excellency. المنتخب الأسترالي ينتظر دورة من أجل أن يتوج بأول لقب على مستوى القارة الصفراء. To present the champions medals. Ladies and gentlemen, the champions of the AFC Asian Cup Australia 2015 is the host nation. بطل كأس أمم آسيا 2015 منتخب أستراليا يتقدم للتتويج بعد بطولة كبيرة قدمها، بعد مستوى عالي جدا ظهر في الفريق الأسترالي منذ أول مباراة خاضها وحتى المباراة النهائية. الفريق الأسترالي الأقوى هجوم، الفريق الأسترالي اللي في صفوف أفضل لاعب في البطولة، الفريق الأسترالي في صفوف أفضل حارس في البطولة، والفريق الأسترالي حصل على جائزة اللعب النظيف. أستراليا تتوج للمرة الأولى في تاريخها بكأس أمم آسيا هنا في أستراليا بالذات، أستراليا 2015. نجوم المنتخب الأسترالي يتقدمون للحصول على أو للتتويج بالكأس مع الكثير من النجوم الرائعة هذا في هذه البطولة. ماثيو راي الذي حصل على جائزة أفضل حارس، سبيرانوفيتش، سينسبوري، دافيدسون،
وفرانيتش رباع الدفاع جيدينياك اللي قدم بطولة كبيرة. بيستيكوغل المدرب الرائع اللي كان عنده الكثير من الثقة في قدرات لاعبي ماثيو ليكي وروبي كروس ولونغو أفضل لاعب في البطولة بالإضافة إلى يوريتش وتيم كاهل. أهم هذه الأسماء كلها كان بيستيكوغل الذي واجه الكثير من الانتقادات في الفترة الماضية، ولكن هذه الانتقادات لم تهز وجعلته يحصل على ثقة أقوى وأكبر ويفوز اليوم بكأس أمم آسيا مع المنتخب الأسترالي. المنتخب الأصفر يتوج بكأس القارة الصفراء. نجوم المنتخب الأسترالي والتتويج يستحقون بالتأكيد بعد بطولة كبيرة قدموها أمام أنصارهم. الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقبل ذلك رئيس الاتحاد الدولي جوزيف سيبلاتر. سيبلاتر أيضا هو الآخر الحاضر من أجل تتويج المنتخب الأسترالي بكأس أمم آسيا. بطولة كبيرة، بطولة رائعة، حدث مهم، وشكرا لمتابعتكم طيلة فترة هذه البطولة. الآن سيتم تتويج قائد منتخب أستراليا ونجم فريق كريستال بالاس الإنجليزي جيدينياك وبقية عناصر منتخب أستراليا بهذه الكأس للمرة الأولى. أستراليا بطلا لكأس أمم آسيا 2015 وللمرة الأولى في تاريخ الكانغارو السوكيروس. أجواء كبيرة جدا، أجواء رائعة جدا. تهانينا لأستراليا التي انضمت لآسيا في 2006 وفي 9 سنوات اعتلت فوق المنتخبات الآسيوية وتوجت بلقب كأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخها هنا في ملاعبها وبين أنصارها. أصبحت كرة القدم لعبة مهمة في هذا البلد، وبعد التتويج بكأس أمم آسيا سيشار على أنها لعبة شعبية ومهمة بالتأكيد للجماهير.